حصان طروادة حكاية من التراث اليوناني القديم. ها هو الجيش الإغريقي يعود إلى وطنه مكللا بالنصر. وانتقل الجيش الإغريقي من نصر إلى نصر، فقوي عزمه وانتشرت سمعته، ويعود الفضل في ذلك إلى قائدين. الأول هو المقاتل المشهور منيلاوس، أما الثاني فكان الخالد أخيلوس. انظر أخيلوس، أستطيع أن أرى الشرق الأوسط، لسنا بعيدين عن اليونان. منيلاوس، أراك تحن إلى الوطن كثيرا. وهل هناك من لا يشتاق للوطن يا عزيزي؟ حنينك إلى هيلينا أفهمه جيدا. حب الرجل الطيب لزوجته الحبيبة أمر طبيعي، أتذكر هذا عندما كنت شابا مثلك. كان الفرق بالسن بين أخيلوس ومينيلاوس كبيرا، ولكن هذا الفارق بالسن عزز من صداقتهما المتينة. كان لمينيلاوس زوجة جميلة تدعى هيلينا، وكانت طيبة القلب ومحبة للسلم. كانت مثالا طيبا اهتدى به جميع الشبان الإغريق، ونزحوا إلى ساحات القتال إيمانا منهم بضرورة الحفاظ على تربة الوطن من الغاصب المعتدي. الجميلة هيلينا كانت تنتظر وبفارغ الصبر وصول زوجها البطل. أما باريس ملك طروادة فكان الآخر مغرما بهيلينا الجميلة. واختطفت هيلينا أثناء غياب منيلاوس ونقلت إلى طروادة. اختطفها باريس. أيها الجند، أنا ذاهب إلى طروادة، هل هناك من يريد مرافقتي؟ كلنا معك. لقد كان الجند متعبين، ولكنهم لم يذهبوا إلى بيوتهم وتبعوا منيلاوس. ولكي يصلوا إلى طروادة كان عليهم أن يجتازوا بحر إيجا. سيدي، الجيش الطروادي قوي، ما رأيك بطلب المساعدة من أخيلوس؟ كلا، لن نطلب المساعدة من أخيلوس. أخيلوس، ابقى أنت في اليونان، هذه المعركة ستكون من أجل زوجة هيلينا، لذا يجب أن أحافظ عليك، أنت صديقي، ولكن قبل كل شيء أنت أيها البطل رمز هذه الأمة، لذا يجب المحافظة عليك لتحميها من الأعداء. حسناً، سوف أخذ قسطاً من النوم في هذا الفراش الوردي. وهكذا بدأت الحرب الطروادية واستمرت زمنا طويلا. لم يتمكن الجيش الأغريقي أن يحرز النصر بسهولة كما كان يتوقع. لقد كان نزالا متساويا، سيما وأخيلوس لم يساهم فيه. وكاد الجيش الأغريقي أن يباد كليا، والمسألة الآن هي مسألة وقت. وكان الجيش الطروادي
واثقا من انتصاره على الإغريق. أخيلس، لقد أبيد الجيش، ماذا عساي أفعل؟ أخيلس، هذا أنت؟ أخيلس، أخيلس، مرحبا أيها الأصدقاء، مرحبا يا منيلاوس. لا تقلقوا يا أعزائي، أنا أفضل الخوض في الحرب على أن أنام في السرير مرتاحا. هذا الجندي البطل لم يكن السيف أو النشاب يصيبه بأذى، ويعود ذلك إلى أيام طفولته عندما حملته أمه وطلبت من الآلهة أن تحميه وتغسله في نهر الخلود، واستطاع الجيش اليوناني أن يستعيد قواه، وذلك بفضل أخيلس. ولكن ومات أخيلس، مات بعد أن أصيب بسهم سام في رسغ قدمه، المكان الضعيف الوحيد في جسمه، وذلك لأن رسغ قدمه كان المكان الوحيد الذي لم يمسه ماء الخلود. صديقي البطل، وقرر منيلاوس العودة إلى اليونان. عزيزتي هيلينا، أرجو أن تقدري موقفي، لقد خسرت صديقي أخيلس وخسرت الجند أيضا. وفي هذه اللحظة هذا هو حصان أخيلس بعد أن خسر سيده، إنه يهاجم العدو وكأن سيده ما زال على ظهره. وقتل الحصان بسهام الأعداء أيضا، وكان لموت الحصان أثر على منيلاوس، ولمعت في ذهنه فكرة رائعة. حصان خشبي أمام البوابة يا سيدي. يبدو أن الجنود الأغريق قد انسحبوا ليلة أمس وتركوه خلفهم. هكذا إذن أيها الرجال، هذا الحصان الخشبي هدية إذن. أمر شيق، إن الأغريق هرفاء، لندخل الحصان الخشبي إلى القلعة. أدخل الطرواديون الحصان الخشبي إلى داخل القلعة، واحتفلوا بانتصارهم وانسحاب جيش الأغريق، واستمر الحفل طوال الليل، وانتهى الحفل وذهب جند طروادة إلى نوم عميق، وكان الحصان الخشبي ينتظر مثل هذه الفرصة. هيا هيا يا رجال، بسرعة يا رجال، قبل أن يصلوا. هيا لقد كانت خطة أخيلس، أنت معنا دوما يا أخيلس أيها البطل اليوناني. وها
وهكذا تمكن الجيش الإغريقي من أن يحرز النصر ويحرر هيلين. هيلينا منيلاوس، أتمنى أن نرزق بولد له صفات أخيلس.